اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج هاني ومريان في بلاد الامريكان. النهارده هنبتدي مجموعه حلقات عن خروج الخروجات في امريكا مع اولادنا بمناسبه ان احنا في الصيف والجو حر وعايزين نخرج وحاجات تكون اماكن جديده. حلقه النهارده هتكون من شوكليت وورلد دي بنسلفانيا هيرشي بارك، تقريبا من دي سي اري هتبقى ساعتين ونص لو انت رايح بالعربيه بتاعتك، بتبقى ساعتين ونص تقريبا طبعا، ولو على سواق الجوزي ممكن تكون في ساعتين يعني. فيعني ايه احنا بنكون في مهم الطيران واحنا معاه. شوكليت وورلد من الاماكن اللي انا بحبها قوي، فيها كل حاجة عن الشوكولاتة في هيرشي، بيوريك منتجات هيرشي كلها، الشوكولاتات، الكوبايات، الهدوم بتاعتهم، بيع شوية اكتراكشن كمان هناك. في اكتر من حاجة عندهم، يعني انت زي ما بتشايفين في الفيديو ده بنشوف احنا هم بيبيعوا ايه، يعني مش هنروح نشتري لبس من عندهم، يعني حاجة غالية شوية او بمعنى ادق شويتين، بيبقى عامل ديل اشتري واحدة خد التانية 50%. طبعا الشوكولاتات لا، لو كان كومبير برايس ممكن تلاقي كاسكو ارخص منهم في الشوكولاتات. في اتراكشن، الاتراكشن اللي عندهم هناك عندهم فري رايد، هنتكلم عليها في الفيديو برضه هتشوفوها. في فري رايد او حاجه بتركبوها ببلاش، عباره عن عربيه كده بتتمشى، بتشوف موسيقى وبتشوف بيحكوا لك من اول ما بتاخد الكوكا اللي هو البذور لغايه لما بتنتج منتجات الهيرشي كلها، بيفرجك العمليه دي بتدور ازاي. يعني بتبقى حلوه قوي للاطفال، يعني مسليه حتى الكبار احنا بحبها جدا. يعني دي مش اول مره نروح هيرشي، شوكليت دي تقريبا ثالث او رابع مره بصراحه، من الاماكن اللي انت تحب تروحها. ده هنا الشوكولاتات بتاعتهم زي ما احنا شايفين، شايفين الاحجام بتاعتهم كتيره، وعندهم الشوكولاته الخمسه باوند $40 اللي دايما بتلاقيها هنا في كريسماس تي جي ماكس بنفس الثمن برضو، بس دي تبقى فريش. عندهم حاجات كتيره بصراحه، من الكيت كات بجميع انواعها، الريسز، الهيرشي، الكيسز، كلها حاجات كتيره هناك. زي ما احنا شايفين في الفيديو ده البيكري بتاعهم. هتلاقوا كمان بيكري هناك، عندهم كوكيز وكب كيكس. عندهم قسم البيكري زي ما احنا اتكلمنا عنه اهو، بيبقى فيه فرايتي كتيره جدا. انا عن نفسي ده يعني دي المتعه المتعه بصراحه. هما السنه دي عاملين كوكيز كمان، الكوكيز الواحده $4، لكن انت لو يعني هنا في الحاجات دي اللي في الفيديو ده بيكن بالشوكولاته، ده البيكن اللي هو زي الباسترما عندنا كده، عاملينه شوكولاته. الفراوله بالشوكولاته، الكب كيكس عندهم فرايتي بتاعته كتيره جدا. كتست وايز يعني، هو انا اصحابي دايما يقولوا عليا ان انا مجنونه، انا بروح هيرشي اجيب كب كيكس وارجع، لكن بس بصراحه يستاهل. يعني هي الواحده الكب كيكس $4، لكن انت لو اخذت اربعه هتقف عليك الاربعه كلهم ب $12، يعني راحت $3. الكوكيز نفس القصه، الواحده $4، لكن لو اخذت الاربعه ب 12، وفي الكوكيز الصغيره الواحده بدولار ونص، لكن لو خدت ال 12 واحده ب $15. فيعني ممكن لو احنا رايحين جروب ممكن. الكب كيكس حلوه عندهم، عندهم بالفليفر كيت كات والدبل شوكليت بتاعتهم حلوه جدا، الكراميل بتاعهم جميل، الشوكليت شيب بتاعهم حلو قوي، الفلاور دي حلوه بس يعني انا مش بيج فان قوي مع الفلاور، انا بحب الشوكولاتات اكتر، فانا دايما بتجه للشوكولاته الدبل شوكليت والتريبل شوكليت بتاعتهم حلوه قوي. هنيجي هنا عند الرايد الاتراكشن، هم عاملينها، هم عندهم الكرييتد اون شوكليت زي ما انتم شايفين الاسعار، الادلت ب 43 والشيلدرن ب 36. عندهم كمان الفور دي الباكيت كلها، دي الباكيت كلها لو انت عايز تعملها كلها لكل واحد فيكم الثلاث اتراكشن. هم عندهم الفور دي موفي، النفر ب $8 تقريبا والاطفال ب $7. ده بيبقى عباره عن شو او فيلم كده فور دي، بيوري لك ان هم في مهمه بيحاولوا ينقذوا مصنع الشوكولاته، وانت بتشوف مثلا لما بيضرب بابل بتشوف بتحس بيه على الكرسي، لو بيتهز بتهز الكرسي بتاعك، لو في بابل بيضربوه بتحسه في وشك. فدي برضو الحاجات المتعه حلوه قوي. اللي عندهم الترولي وركر ده عباره عن زي الطفطف بتاعنا بتاع مصر كده، او الترماين زي في الاسكندريه، بياخدك بيلف في هيرشي بارك، مش هيرشي بارك، هيرشي المدينه نفسها، بوديك الجامعه، بوديك الحته اللي بره، ده $13. وعندك الكرييت اون شوكليت دي بره حاجه $40.
فدي من الحاجات الحلوه اللي موجوده هناك. ده الفري رايد اللي انا اتكلمت عليه في الاول. هو بتبقى عربيه فاميلي من اربعه ممكن يركبوها زي ما انتم شايفين العيال بيجروا كده رايحين يركبوها. احنا دي عامه ممكن نركبها مرتين او ثلاثه. البارك بتفتح من الساعه 10 الصبح لغايه الساعه 11 بالليل. اسعار البارك مش اسعار شكل تورد مش اسعار سياحيه، يعني هتتحاسب بالتاكسز العادي بتاعها مش زي جوه البارك. جوه البارك بيبقى اختلاف تاني. مثلا كوبايه القهوه هنا ب3 دولار انت شايفها بره نفس الثمن، فهي شكل تورد كسعر وايز مش غاليه زي البارك. لكن هيرش بارك ان تدفع ضريبه اعلى لانك انت في بارك. هما هنا زي محلات عاديه ما بتدفعش ضرايب عاليه قوي عليها. القهوه هناك من الحاجات اللي عجبتني جدا، ليها طعم حلو قوي. الكب كيكس جميل، البريزر جميل، الفراوله بالشوكولاته حلوه. وهما هناك بيدوك في كل اتراكشن انت بتعمله بيديلك فري كاندي، يعني اللي هو الكيت كات السناك سايز او الهرشي السناك سايز. هي البارك بتبقى فاتحه تقريبا اغلبيه الوقت في السنه، ما بتقفلش يعني غير لما بيكونوا في تجديدات، بتبقى حوالي من بعد الكريسماس بيقفلوها، مش بتتقفل يعني، ممكن بيبقى قافل رايد او اتنين. احلى وقت بصراحه هي انك تروحها في الصيف. كمان بتبقى موجوده في الكريسماس، بيعمل لك بريكفاست مع سانتا والحاجات دي. بس هو الـ في الكريسماس ممكن هنتكلم على بارك تانية مش هيرشي. بس هي من الاماكن الحلوه اللي موجوده هنا، مش بعيده قوي يعني. الناس اللي غاليه سواقه يعني ساعتين مش بعيدة. بنسلفانيا حلوة، سوقتها سهلة، طريقها مش صعب يعني. هو ممكن ناخد فام داي نروح شاكلت وورد احنا كأسرة يوم، مثلا لو هنخرج 9 الصبح نوصل الساعة هناك على الساعة 12، نقضي اليوم نرجع الساعة 5 مثلا، نبقى بيتنا الساعة 8 بالكتير. فحلوة ومش ترافيك يعني، رايح عكس الترافيك يعني، مفيش فيها ترافيك. في كمان هناك الصور، بياخدوا لك صور في كل اتراكشن انت بتعمله، وانت بعد كده بتطلع بتحب بقى لما تعملها صوره كبيره بيدوها لك الصوره ب20 دولار. احنا عملنا الصوره وعملنا الشوكولاته اللي عليها صورتنا كمان حلوه قوي، دي بتبقى غلاف الشوكولاته بتحط لك فيها باكو شوكولاته من جوه، دي كانت ب10 دولار زياده، فيعني كانت حاجه حلوه. تكتب بقى الكلمه اللي انت عايزها، بيديك التاريخ الرحله في جوه، يعني انت جوه اللعبه نفسها هو بيصورها، فدي حاجه حلوه. لو انت برضو في هيرش بارك، كان في فيديو جاي على هيرش بارك كمان، هو برضو في كل الاتراكشن انت بتركبه هو بيصورك، والصوره ب10 دولار. هنا اغلى شويه الصوره، الصوره هنا ب20 في اللي هو الفري رايد ده. بس بصراحه من كانت الحاجات الحلوه اللي احنا عملناها. في كمان مطاعم موجوده هناك، بيتزا وفراخ وبطاطس وكده، وفي ايس كريم وفي ميلك شيك. الاسعار هناك مش غاليه يعني، الميلك شيك ب7 دولار لكن جوه البارك انا كنا جايبينه ب15 دولار، فهنا يعني السعر هنا ارخص. الايس كريم برضو موجود، القهوه زي ما انا قلت كانت حلوه. في مكان زي فود كورت تقعد وتاكل فيه كبير. الشوبينج في اكتر من 3 شوبينج، شوكولاته واحد، وفي ممكن تشتري كاندي براحتك، بتعمل انت الباك بتاعتك، بس دي غاليه شويه انك بتعمل السمول باك صغيره كده ب8 دولار، او بيقول لك تاخد كوبايه وعاملين السنه دي كوبايه بتنور، الكوبايه ب20 دولار. بمناسبه كمان هنا الباركن فور فري فور 3 ساعات، الباركن بتاع شاكلت وورد 3 ساعات ببلاش، ما بتدفعش فيه فلوس يعني، انت ما بتخشش، انت لو عايز تخش الفري رايد بس ببلاش. اتمنى ان الحلقه تعجبكم وتتبسطوا بيها، وتتابعونا، ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير للحلقه، واي اسئله احنا تحت امركم، ونستنيكم في حلقات تانية كتيره جايه من هاني ومريم في بلاد الامريكان.